بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كبرى تحواتين حتين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهو الحمد لله توفيقنا رب سبحانه وتعالى اتي دجمرنا يو كتابنا يكشف الشبهات ابوينا زلنا ابتكبابينا يمدمدم تاوين نركب علينا ابتيز حالفت حستنا انتايلو نيرو مالت ازي من قد حقي ازي من قد ني انبياء كل غزي تصعب اوتاتالو كابتم اهل التوحيد يكونوا ابشرك زودقو سبات نتم انبياء يكون نتم اتبعني انبياء يكون كل غزي دصقمو من دشغرو من كمزلوهم فلطيقا زبل رينا نيرنا مالتيو بدحري انتايبل. اذا عرفت ذلك وعرفت ان الطريق الى الله لا بد له من اعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين. بقار كمزو مخانو انت دافليتك ازي من قد زي ازي من قد حق من قد ني انبياء تسلعتو كف دبولو كابو كابت حقي نبكالي نقصو نسبات نخلاقسو دتسعرو سلزلو نسخاد ما نبستخا علمتن سنك خلو كالو نتوم شياطين الإنس والجن تكالسو ليبل. وقد أشار المصنف رحمه الله بهذا بزي انتاي كرد أنا دليل دلو إذ مؤلف رحمة الله عليه إلى أنه ينبغي للموحد أن يعلم أن لهؤلاء علوما وحججا. توم عمن قد دخلهم دتس أبو أزلو توم عم بيأوين دعوة قبر خلو كلو توم تلا أتمت يوم الكزاربون كلو توم تزاربتي نيجي عمن قد زمر حزلو قد تروجوا على من غلبهم الجهل وطمس على بصائرهم بتزم تسوى فلتات بتدم تسوى فسحة بتزم تسوى الزراربة نتي عبدم قرنا دلو سب نعو كدنا قرو يخيليو. إذن فلا بد أن يستعد لهم بالحجة والبيان حتى لا يقع في شراكهم. باري أنت موحد دخنك أنت توحد حاس كاسب كل جزي سنك خلو كالو سنك ناي علمي حتى لا يقع في شراكهم. أبتناتهم متأوديا أبتناتهم شبكة من تخي تودق كتنك قالك. وهذا المسلك الذي سلكه المصنف هو عين هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذي من برحزي أقامت أول اللوز مؤلف رحمة الله عليه لك كم تمن قدي ناي رسول صلى الله عليه وسلم يزحبر النازل له النبي صلى الله عليه وسلم لدعواز قورو كم دماني أمن قد حق دلو كل قزي وسيا يهبو ومنيروم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كم تي أب رواية البخاري ومسلم دلو من حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم نمعاذ بن جبل نبي من كل أكو وخلو دعوان خقبر انتهي لمو إنك تأتي قوما من أهل الكتاب لهم نجرمهم بأرزم تخدم زلقة هزبي أهل الكتاب هم لهم نتائج تخنتات ناتاتهم قدمهم نجرمهم. ولذلك الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمة الله عليه تايبل قال القرطبي إمام القرطبي مفسر القرآن بزعبا زا حديث زي عم ملكي تنتايلو وإنما نبهه على هذا ليتهيأ لمناظرتهم ويعد الأدلة لامتحانهم لأنهم أهل علم سابق. زوم سبع زياتهم زخدم زلو فلتت سلزلوهم مود ما نيكدم مسحفتونيهم ببوس لزخونو مئنتن أتبعو خسنقن أتبعون خدالون كمود ما نتشوب هادم تقود ما نمئنتن كتنققن نزيئو من النبي عليه الصلاة والسلام انتاي تقنتاتو ما قدمهم زفلتو بخلاف المشركين وعبدة الأوثان تم نور مال سبات أبشرك ودي قمدلو أبكحدة ودي قمدلو بزي فلتت نزيئاتهم بقليل كتردؤهم كمود ما نبقون عمان قدون كتملسهم تخيليخا انت دا فلتت زلو خوينو امو ابت فلتت نايتفعاتو دماني عناد دلو انت دا خوينو ازي اتقامي امالتي. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه ازا حديث ازي اخشرح خلون تايبل هو كالتوطئة للوسية ليجمع همته عليها من تنطبقو مورال كقبر كنتات ناتاتو من كفلت. وفيه أن مخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجاهل. حد نورمال سب فلت أزيبولون فلت أزلون كتزاربو خلخا دما دعوات كبرو لخلخا حد خمزي كونوين
كابزي رد النايبل. والتنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يكون على بصيرة في دينه لئلا يبتلى بمن يورد عليه شبهة من علماء المشركين. كم دم ما أبشركوا دي قم دلو نتي من قد حق من قدني أنبياء قدي فهم أبشركوا دي قم كنسهم مليسهم دماني أبحقي نازل لنا لهم شبهات سلزمتو نزعي نتزي كل أجزي دلوك تكون على كخت فلتو على كمخنياتو أبشر كنا خي تود أبشر كودي كا توبة خي بلا خبز الدنيا أنت لا تفعل يخ أحد سب تزعب يخسر أي مالتيو. ففيه التنبيه على الاحتراز من الشبه كم دماني أبشبه أنا خي تود أبزد نجر نجر نخي تود دماني إذا حدا انتايو مبرابري مالتيو والحرص على طلب العلم نجدن فلتت كل وكالو طلب العلم كتكبر كمزلة كمالتي. لذلك انت يلزم مؤلف إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لابد له من أعداء قاعدين عليه نزي من قد زي من قد حق من قد قنعنا من قد جناد وسد من قد ناي صالحين ناي أنبياء زي كل قد تصابوه أبتم من قد ألو أهل فصاحة وعلم وحجج علم زلوم فلتت زلوم كوينوم كم دماني فساحة زلهم كلتني أزرع أربعة زلهم كم دماني مرتعت هذا الزغرب وذ كل زقد نايبات النايجيجا زخوني جن بتخلت زلهم كم حق جرم سل الزغربو. فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين نزيد زخوني كا مدلاو نزياتهم تصعبوت قبرلو سنك خلوا كا الله سنق الله كمالتي مهناتو زيهم هؤلاء الشياطين الإنس والجن كل أجزين النحر عدم سلزز تحقق زمالتهم. ولذلك الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل تمرحيهم شيطان كمن قد ربي زوته انتايلو أبصرة العراف ربنا عز وجل زبولو خقل سألنان كله لأقعدن لهم صراطك المستقيم له أبتا قط زبلت من قدي أبقى كوفك بليلو ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين له بيمانهم بتسقامهم بقدميت بدحرت النامت أخو كابتقو نوع من قد دخل قسمي أمس قنت دماني بزحات دي مسقونو كومو دماني كاب من عخاد مسقونو دماني كوتومي إلو قال سلزاتو إزي كتفلت على كمالتيو. إذن إذا عرفت ذلك للنازم ألف ترى أزفلتك أي لأعداء التوحيد علوما وكتبا وحجج متحفت اللوم حجج اللوم ببعينتون اللوم أزيز أقربوز اللو دماني كيدنا تاتوميو تنكلنا تاتوميو نتسبنا من قد حق نخي كيد مالتيو بما يزخرفه بعضهم لبعض من لحن القول ننحر حدوم تاي قبر مالتهم تحادي بفسحاناتو تحادي بتندا قبره نتهم سبات كاب قنوع من قدي كاب مختالنا أنبياء كمل سومن ندحريت كوست ومن سلز دلي مالتهم كم تربنا عز وجل زبولو أبصرة الأنعام بالميتن عسر تغلتن آية. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا له. إذن فالواجب عليك له تقديتها دخون يكون سبك فلتوزلو نقر انتاين تلاتبه له أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين نزوم شياطين زياتهم زخون كامك آلسي كهل وكالو سنك خل وكالو مهنياتو قال آتي اللهم يتمرحي أم شيطان لأقعدن لهم صراطك المستقيم سلزبه لما لتيو. ولذلك ابن كثير رحمة الله عليه بزعبا زي آيا زي أمل كتو أبتاق نعت من قد خاب أكوفي لي نيمان النس أقامن كلا قسومي زبال الله شيطان بزعبا أمل كتو ابن كثير تايبل يخبر تعالى أنه لما أنذر إبليس إلى يوم يبعثون واستوثق إبليس من ذلك أخذ في المعاندة أمبار كساب يوم القيامة زخوناتنا حني إلوك رب دماني إنك من المنذرين مسولو إزي أمس فلته دحراي أبعيناد آتي مالتي فبما أقويتني إلو بقارن عاي كابتفاء كان نابتفاءات كابكودكو إلو كابتفاء كان إلو. ولذلك ابن عباس فبما أقويتني تبلدلا كما أدللتني مالتي كم تأتفئ كان زلخا فنسب الإدلال لله عز وجل تتفاءات نابربي أتقعوه دخون يخون شر كقات مكحلو من الأدب نبرب خطت أقعية بالكان مالتي وخيره وشره من الله تعالى إن تخون أجل أدبا
كمتم أجنان من دعوان الرسول صلى الله عليه وسلم بسمع تايلم وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا إلهم رب سبحانه وتعالى سي خير دي دليلهم دلوس ولا أمريت شر يتدليل زلو إلهم تشرنا بربي أي تقعوان مالتهم ولذلك انتايل مالتهم كما أهلكتني لأقعدن لعبادك الذين تخلقهم من ذرية هذا الذي أبعدتني بسببه على صراطك المستقيم بسنك آدم أبونا آدم مالتي بسنك دي أنا دي ما حبجة يعني كابجنا وتسئز الله كم دماني بسبب ناتون دي كابرحماناتك وتسئز الله أنا دماني أبتا طريق الحق سبيل النجاة من قد حق زخونت من قد دحنة زخونت دماني أبقى تطوي لدماني كتف أميلو مالتي من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم زبل دولو مفسرين انتايبلو كباتهم إمام الطبري رحمة الله عليه كل أبواب نايخير دبالي نابخير كبقسون كل حادثب نخلو نتا أبواب نايخير بخلو وقنات دامتس كابو كزاناقو عمن كابو كاليومن يدلي مالتي إذن فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين نتوم شياطين تقالو سلو سنكي نايقدن كلو وكالو مالتي وهذا السلاح الذي يحفظ المسلم ويقيه كيد الكائدين إذي تدالو دلخا سنكها أنت أنت لا تبهلو كابتم تلاتي تكالخولو اللي وشر الحاسدين كابتم حاسد دلوهم من قدنا رسول من قدنا نبي تقتل كاتكت كالخا دس دي بلوهم ومودمان كابو خالي خازي دلو سنك خلو وكالو سنكنات كاكل التنقراتي الأولى أن يكون لديك علم بالأدلة الشرعية نعلم علم الشرعي كل وكالو والحجج العقلية كومدماني حيال دقني نأمرون فلتتون كل وكالو التي من خلالها تحاجج هؤلاء بالتي هي أحسن بطبو ميلاجركا نتوم كمن قد حق كعالي زدليو نمن قد تفعد عدو مدلو نتوم نقنعنا زدليو بطبو عادلة شرعية غير كالماني نبتقنع من قد كتمر حمالكا قال أي أن تعرف ما عندهم من الباطل التباطل زلو من تكونتات ناتاتهم دماني كتفلت ألكا مالتيو وهذا في حق القادر نتناتهم باطلون كتفلت لك أخبال كله زخون سبا يكون نتناتهم فلوت تباهلو أبتناتهم كأتو والعياذ بالله ممكنون أبشكنا ترترامون كبت سحقلي لكن علم الشريعة عزلو بعلم تبوء عقب إذا عقب سب كومو دماني تبوء فلت الزلو انتر أخوينو نتناتهم باطلون ريو دماني بتناتهم باطل دماني نعون كخشفون كخشحون يخيل مالتيو وإلا ألا يجادل الإنسان أحد أمام ملأ من الناس إلا إذا كان مستعدا غاية الاستعداد حدث بابدخول مناظرة أبدخول نقر كأتو يقولون إلا عموق زبالة فلتت كله تزيكوينو مالتيو وقد نهى الله تعالى عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ولذلك أهل الكتاب مجادلة قد قبر كلها بالتي هي أحسن خولكم زلوين ربنا عز وجل عزيزنا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن له أبصرة العنكبوت مبل 24 آية زلما لتيو ولذلك إمام السعدي رحمة الله عليه تايبل ينهى تعالى عن مجادلة أهل الكتاب إذا كانت من غير بصيرة من المجادل انت دعا فلت الزي بالكخوينو حتى مس أهل الكتاب مجادلة تقبر بالكان أو بغير قاعدة مرضية ويدمان كل اتخاذ سما معلو حق كي حسكا عم مناظرة تأتوي بالكان وأن لا يجادلوا إلا بالتي هي أحسن بتمر الزخنة بتصبو الزخنة بوغير كأخا بحسن خلق ولطف ولين دلو إخا دعوة كتقبر زل كمالتي إذن توم أهل الباطل كل قزي نتي باطل ناتاتهم تزين دقور اللو دنس أبارقلو نايت فقاد دخونة حجج وبراهين سلزلوم نزيك تفلت على كانو عوتك أو مولو دماني سنك خلوه كالو بمباليو إذا مؤلف أبزا كشف الشبهات ذكيرو نازلو ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وصلى الله وسلم على نبينا محمد.